بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله يا دكاترة، النهاردة هنراجع كتاب الديرما بيور، وهنراجع كتاب الجلدية، وعلى طريقة نظام إن شاء الله بإذن الله القسم. وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنشرح هن يعني أكتر حاجة هنشرحها هو هيكون إن إزاي نعرف الصورة دي، إزاي نعرف ونفرق بين الصور وبعضها. يعني أهم سؤال ممكن يجيلك في الامتحان، وهو الاغلب يعني سبوت دايجنوزيس. بس لازم تبقى عارف يا دكتور ان مش بس سبوت دايجنوزيس، ممكن مثلا هما مثلا هيبقى مثلا 20 سؤال، السؤال عليه 4 درجات، 20 سؤال السؤال عليه 4 درجات، يبقى التوتال 80، وانت اخدت 10 درجات كامتحان اند راوند و10 درجات حضور. فال 80 درجه دول هم ممكن يبقى بسبوت دايجنوزيس، بس كان قايل لنا السنه اللي فاتت سبوت دايجنوزيس، وجي في سؤالين من ال 20 عطى سؤال واحد. يبقى احنا دلوقتي نتفق على اتفاق ان احنا هيبقى عندنا الامتحان في الاغلب سبوت دايجنوزيس. طيب لو سأل يا دكتور، هيبقى سؤال واحد فقط. وطبعا انا مش هسيب لك النقطه دي، يعني برضو مش هقول لك على السبوت دايجنوزيس بس، لا ده انا كمان هقول لك على شويه الاسئله اللي ممكن تيجي، بس في الاغلب هيبقى سؤال واحد فقط على الايه، على السلايد. طيب يا دكتور، هل السؤال الواحد ده هيبقى في كل الاسئله اللي علينا؟ يعني ال 20 سؤال يبقى فيهم سؤال واحد؟ لا، ممكن يبقى 3 اسئله بس، 4 اسئله بس. تمام، ان شاء الله باذن الله هنبدأ نراجع الجلدية كده سريعا، وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله هتطلع من المحاضرة دي فاهم جلدية، فاهم، والحفظ ده عليك أنت، بس إن شاء الله بإذن الله هتطلع فاهم وحافظ الجلدية. إن شاء الله بإذن الله هنقسم الجلدية يا دكاترة لديرماتولوجي، وده جزء الديرماتولوجي ده الجزء الأكبر، ويعتبر عليه الجزء الأكبر من الامتحان. يعني الدرماتولوجي عليه مثلا من 20 سؤال بيبقى مثلا 12 سؤال درماتولوجي، يعني اللي هو الجلدية. طيب هيتبقى لنا جزئين صغيرين، الفينيرولوجي علم التناسلية، والأندرولوجي علم الذكورة. طيب يا دكتور عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك ان الجلدية اللي معانا درماتولوجي أندرولوجي فينيرولوجي. طيب الدرماتولوجي دي هنقسمها لجزئين، يعني الجلدية هنقسمها ايه؟ لجزئين، انفكشنز وميسلينيوس. يعني ايه؟ يعني جزء خاص بالعدوى، والعدوى طبعا احنا عارفين منها بكتيريا، منها فيروس، منها يعني يا دكتور بارازايت، منها فانجاي، يعني عندنا انفكشنز. طيب وميسلينيوس دي شباتر اللي هو ايه، معظمها اوتو اميون ديزيز، معظمها يعني ميسلينيوس بعيدة عن الانفكشن اطلاقا. طيب نقول اول قاعده معانا ان سؤال الانفكشن لو جه الصوره هيقول لك سبوت دايجنوزيس، تمام، ممكن يسالك سؤال ايه الاورجانيزم اللي بيعمله، يبقى سؤال الاورجانيزم اللي بيعمله دي هيبقى خاص بالانفكشنز. طيب يا دكتور نبدا واحده واحده كده ببساطه، هنقول مقدمه سريعه قبل ما نبدا اي حاجه معانا النهارده. ده السكين لير، تمام، السكين لير يا دكتور، وكمان السكين لير يا دكتور، احنا دي صورة في كتاب القسم فعشان كده جبناها لك. بيتكون من كذا طبقة، ابيديرمس وديرمس وسبكوتينيوس. طبعا الصورة دي عمرها ما تيجي في الامتحان لان هي مقدمة. الابيديرمس ممكن يقول لك اللايرز بتاع الابيديرمس، ودي برضو استحالة، بس احنا عايزين نعرف ان الابيديرمس عبارة عن كذا استريتم، يعني كذا خط، كورنيوم وجرانيولوزم وسبونجيزيوم وبيزاليس. المهم الكلام ده كله لسه انترودكشن. ممكن يجيب لك صوره الهير ويقول لك ايه ده، هتقول له هير استراكشر. طيب ايه ده؟ نيل استراكشر. معلومه سريعه كده، الهير استراكشر عباره عن ايه؟ بيتكون من شافت وهير فوليكل، شافت وهير فوليكل، وعندنا حاجه اسمها هير بابيلا، ودي اللي بيطلع منها الهير. طيب يا دكتور اما النيل، النيل استراكشر عباره عن بليت وفولد والكلام ده كله، طبعا مستحيل يجي في الامتحان. ليه؟ لان هو ببساطه بيعرفك يعني ايه سكن، يعني ايه نيل، يعني ايه هير. طيب الصور دي لو جات هيبقى سبوت دايجنوزيس بس، هيقول لك ايه ده، هتقول له ليرز اوف ابيديرمس، ايه ده، هتقول له سكين لير. لو جات لك الصوره دي هتقول له هير استراكشر، لو الصوره دي هتقول له نيل استراكشر. طيب يا دكتور لازم نركز مع بعض في حاجه،
يا دكتور السؤال ممكن يبقى يجي اسئله على دي، يعني ممكن يقول لك ايه الطبقه دي اسمها ايه ويكمل لي عليها واحد الطبقه دي اسمها ايه. لا طبعا مستحيل. طيب يا دكتور احنا شايفين حاجه غريبه، احنا شايفين نجمه، النجمه دي تدل على ايه؟ النجمه تعني، دي اول رول معانا في الصور، النجمه تعني ان الجزء او الصوره دي موجوده في كتاب القسم. يا دكتور يعني البي دي اف ده فيه صور من غير كتاب القسم؟ طبعا في صور من غير كتاب القسم، وكمان في صور من كتاب الجلديه النظيفه، وكمان في صور من امتحانات السنين اللي فاتت، فانت ما تقلقش خالص، البي دي اف ده ان شاء الله باذن الله في كل حاجه. طيب نبدا اول حاجه المقدمه خلصناها، يعني ايه سكن ليجن؟ سكن ليجن دي عباره عن ايه؟ الليجن اللي بيجي في الجلد ده عباره عن ايه؟ قال لك احنا بنقسمه لحاجتين. بنقسمه لايه يا دكتور؟ يا اما تقسيمه اكوردنج تو بلين اوف ليجن، يا اما تقسيمه اكوردنج تو كوز اوف ليجن. يعني احنا بنقسم الليجن ده على حسب هو مستواه عامل ازاي، لو فلات يبقى الليجن كده مش مرتفع عن سطح الجلد. طيب يا دكتور لو اليفيتد، يا دكتور لو اليفيتد هيبقى مرتفع عن سطح الجلد. طيب لو ديبريز يا دكتور معناها ان في حصل ايروجن او قرحه في الجلد. طيب يبقى كده احنا قسمناه على حسب ايه؟ اول حاجه قسمناه على حسب البلين، المستوى الليجن ده ممكن يبقى ما بيأثرش على المستوى بتاع الجلد، يعني هو في نفس مستوى الجلد. وفي ليجن بنقسمه بيقول لي عليه اليفيتد ليجن، طيب زي البابيول والبليك والنديول والفيزيكل والبولا والباستيول والكراست والسكيل والسكار، كل دي حاجات اليفيتد اهو، اليفيتد اوف سكين، يعني ايه؟ بتبقى مرتفعه عن سطح الجلد. طيب وفي ليجنز بتبقى ديبريز، يعني ايه ديبريز؟ يعني بتعمل تاكل في الابسيليوم وفي الابيدرمس بتاع الجلد، بنسميها يا اما ايروجن يا اما ألسر. طيب دي تقسيمه اكوردنج تو ايه؟ صح، اكوردنج تو بلين، مستوى الليجن ازاي. طيب في تقسيمه ثانيه، طبعا الفلات ليجن زي الماكيول والباتش. طيب في تقسيمه ثانيه بنقسمها اكوردنج تو كوز اوف ليجن، يعني ايه؟ يعني يا دكتور الليجن ده هل هو برايمري ولا سكندري؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا دكتور الليجن ده هل هو بسبب الفيروس نفسه او البكتيريا نفسها او المسبب للمرض بس، ده بنسميه برايمري، ولا هو متضاعف من حاجه اخرى؟ يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا الليجن مثلا بتاع الهيربس سيمبلكس، الهيربس سيمبلكس بيبدا بفيزيكال مثلا، الفيزيكال دي هنعتبرها برايمري، بس بعد كده ممكن يعمل الفيزيكال دي تتحول لالسر للقرح، يبقى الفيزيكال دي اعتبرناها ايه؟ برايمري. ليه؟ لان هي البدايه، واما الالسر اللي وصلنا لها بعد كده بنسميها سكندري ليجن. يبقى بنقسم الليجن اكوردنج تو بلين وقلناهم، اكوردنج تو كوز بنسميه برايمري وسكندري. نبدا مع بعض واحده واحده بس. البرايمري ليجن، اقول لكم معلومه مهمه، كونك عرفت ان البرايمري ليجن بتاع الفيروس ده او البكتيريا دي او الليجن ده عرفت هو ايه، كده انت شخصت المرض. يعني ايه؟ يعني البرايمري ليجن يعتبر ان هو كي تو دايجنوزيس، مفتاح التشخيص. كونك عرفت البرايمري ليجن بتاع المرض ده ايه، معناه ان انت شخصت صح. مش كده وبس، عرفت برايمري ليجن وعرفت ان هو بينتشر ازاي والمستوى بتاعه ازاي، كده انت شخصت المرض. يعني ايه يا دكتور؟ يعني اهم جزئيه في المقدمه هي شرح الليجنز. طيب البرايمري ليجن دي انواعها ايه؟ يا دكتور في حاجه اسمها ماكيول، والماكيول دي عباره عن ايه؟ عباره عن دايره فيها يعني التريشن ان سكين كلر اقل من 1 سنتي، وبتبقى يا دكتور عباره عن حاجه بسيطه كده التريشن مثلا احمرار، فبنسميها ماكيول. امتى نسميها ماكيول؟ لما تكون فلات، يعني ايه فلات ليجن؟ يعني مش مرتفع عن سطح الجلد وتكون اقل من 1.5 سنتي. طيب في برايمري ليجن تانية اسمها الباتش. الباتش يا دكتور دي عباره عن ايه؟ يا دكتور دي نفس الالتريشن في السكين كلر، يعني تغير في السكين كلر بس اكتر من 1 سنتي. يبقى عايزين نعرف حاجه، ان الماكيول والباتش دول عباره عن ايه؟ فلات ليجن، يعني ايه؟ يعني مش مرتفع عن سطح الجلد. طيب الفرق بينهم ايه؟ ان الماكيول صغيره اقل من 1.5 سنتي، اما الباتش اكتر من 1.5 سنتي. طيب هنشرح دلوقتي الاليفيتد ليجن، يعني ايه المرتفع عن سطح الجلد؟ زي البابيول، قال لك البابيول دي اليفيشن اهو بس اقل من 0.5 سنتي، اما النديول اليفيشن بس اكتر من 0.5 سنتي، البليك اليفيشن برضو بس اكتر من 2 سنتي، هنا نص
هنا نص، هنا 2، يبقى اقل من نص سنتي واليفيشن بنسميه بابيول، اكتر من نص سنتي بنسميه نوديول، اما الاليفيشن لو كان معدي اكتر من 2 سنتي بنسميه بليك. اهو ده شكل، اهو شكل البابيول، شكل النوديول، شكل البليك. طيب يا دكتور هنخش بعد كده يا دكتور على الفيزيكل. يعني ايه فيزيكل؟ الفيزيكل دي ما هي الا عباره عن كوليكشن من الفلويد. فيزيكل حويصله، ممكن تجمع فلويد بس واقل من نص سنتي بنسميها فيزيكل. طيب لو جمعت فلويد بس ايه اكتر من نص سنتي بنسميها بولة. طيب لو كانت يا دكتور جمعت بس مش سائل بقى، جمعت بس بنسميها باستيول. يبقى الاليفيتد يا دكتور ركز معانا، لو كانت ما فيهاش سوائل هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها بابيول ونديول بليك. طيب لو كان جواها سائل، السائل ده لو فلويد اقل من نص سنتي بنسميه فيزيكل، السائل ده لو كان فلويد بس اكتر من نص سنتي هنسميه بلوله. طيب لو كان يا دكتور في فري باص ومتشاف وفي صديد طالع بنسميه باستيول. ايه بقى الويل ده؟ يا دكتور الويل ده عباره عن ايه؟ عباره عن اديمه. الإديمة دي في تحت الديرمس، طيب هايبو ديرما او ممكن في الديرمس إديمة، تجمع من السوائل، بس سائل يا دكتور انفلاماتوري. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يا دكتور سببها ايه يا دكتور؟ سببها الرجي، سببها هايبر سنسيتيفيتي، حساسيه. بنقول عليها ايه؟ ويل. واشهر ويل معانا في المنهج هي الارتكاريال ويل، اللي هي بيقولوا عليها ايه؟ بحيره من الإديمة، اهو بحيره تشبه بحيره من الإديمة. يعني يا دكتور طب ايه الفرق بين ده والفيزيكال؟ يا دكتور الفيزيكال دي عباره عن اقل من نص سنتي، البله اكتر من نص سنتي. اما الويل يا دكتور دي ممكن تبقى في كل الاورجن، يعني ممكن الويل دي تبقى لو انت مثلا هرشت كده عندك الرجي او هايبر سيفي من اي حاجه بيجي لك ارتكاريال ويل، ممكن في الاورجن نفسه، يعني كل الاورجن يتحول لويل. طيب ايه البورو ده يا دكتور؟ ده عباره عن خندق، والخندق ده بيحصل نتيجه حاجه معينه معانا بس في المنهج مش هنقولها تاني، هو مرض الجرب اللي هو الاسكيبس. طيب الكوميدو ده يا دكتور؟ الكوميدو ده عباره عن ليجن ينتج عن حب الشباب. طيب ويبقى تاثيره ايه؟ تاثيره ان هو على ان السيبم ده عباره عن السائل اللي بيطلع في البشره. اشهر حاجه عن الكوميدو هو الاكني وهو حب الشباب. طيب يا دكتور هنخش بقى بعد كده على حاجة تانية خالص، الإحمرار. الإحمرار في الجلد يا إما بوتشة صغيرة، يعني إيه؟ أقل من 1 لـ2 ملي، هيموريجيك يعني إحمرار. طيب بنسميها بيتيك، بيتيك يعني قليلة. طيب يا دكتور لو كانت مساحة أكتر من 2 ملي الإحمرار ده هنسميه إيكايموزيس. طيب يا دكتور لو كان الإحمرار ده في كل الأورجان، أو يا دكتور في الأورجان كامل بنسميه إريسيما. طيب إريسيما. طيب يا دكتور كده خلصنا البرايمري ليجن، هنخش بعد كده يا دكتور على السكندري ليجن. قلنا السكندري ليجن ده عباره عن ايه يا دكتور؟ ركز، هو ما هو الا امتداد للبرايمري، ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. زي ايه؟ يا اما تاكل في الابيديرمس، اهو فوكال لوس اوف ابيديرمس اهو بنسميه ايروجا، وده يعتبر ان هو بيلتئم بسرعه. طيب امتى يبقى في صعوبه للالتئام؟ لما تقلب بقرحه، والايروجن لما يقلب بقرحه ده عباره عن ان هو بيبقى صعب وعلاجه صعب. ليه؟ لان الهيلز بيبقى لو حتى التئم الجرح وحصل له ريبير يا دكتور بيعمل اسكار. طيب ايه الكراست ده يا دكتور؟ هو برضو تاكل في الجلد، بس يا دكتور هنا بيكون عباره عن الابيديرمس، بتبقى خلايا ميته دراي اكسيودي اوف سيرم بس او بلاد، يعني بتطلع صديد وبتطلع دم، بتطلع انفلاماتوري اكسيديت يا دكتور، بتبقى دراي فبنسميها كراست. ايه الفيشر ده يا دكتور؟ ده الفيشر ده عباره عن ايه؟ ان يا دوب بس خط في الجلد. طيب يا دكتور السكند ريليجن ده يعتبر مش مهمه معانا في الجلد، يعني مش هي اللي هتشخص. ليه؟ لان يا دكتور كوني عرفت البرايمري ليجن بتاع الصوره دي، كوني عرفت التشخيص. اتفقنا؟ طيب هنخش بعد كده يا دكتور على ايه؟ على الرولز، الرولز اللي هنمشي معاها النهارده. اهم صفحه في البي دي اف كله. ليه يا دكتور؟ لان الصفحه دي يا دكتور تعتبر ان احنا
نمسك خيوط اللعبة. يعني ايه؟ يعني بالصفحة دي هنعرف احنا هنشخص المرض ازاي. طيب يا دكتور، نبدأ بأول قواعد. احنا نشرح الأول البكتيريا، وبعد كده الفونجاي، وبعد كده الفيروس، وبعد كده البارازايت. يبقى نمسك القواعد الأولانية بتاع البكتيريا اللي هنشرحها أول حاجة. يا دكتور، سواء في البكتيريا أو الفنجاي أو الفيروس أو حتى البارازايت، لازم اسم الأورجانيزم مهم. يعني يا دكتور ممكن يسألك سؤال عن الأورجانيزم كده ويبقى مرتاح، ويعني ممكن يقول لك الصورة دي سبوت دايجنوز، تقول له كذا الأورجانيزم اللي بيعمله إيه كذا، خلاص الصورة خلصت. يعني يا دكتور في الانفكشن رولز، أهم سؤال هو الأورجانيزم المسبب للمرض. طيب يا دكتور، نبدأ أول حاجة بالبكتيريا. البكتيريا أول سؤال ممكن نيجي عليه هو الأورجانيزم، تاني سؤال هو البرايمري ليجن. وعشان نبقى عارفين البرايمري ليجن بتاع البكتيريا، لازم احط لك قواعد. يعني امتى يا دكتور اشوف الصوره اقول عليها بكتيريا؟ يعني اصنفها من ضمن عيله البكتيريا، يعني استبعد اي حاجه تانية. اول قاعده معانا، لو لقيت تجمع بص. تاني قاعده معانا، لو لقيت حبوب نوديول او بابيول. طيب لو لقيت قرحه ألسر، يا دكتور القرح معظمها بكتيريا اللي بتعملها. طيب او لقيت جرانيلوما، يعني ايه جرانيلوما يا دكتور؟ اصل يا دكتور هندرس النهارده التيبي والليبروسي، والتيبي والليبروسي زي ما عرفنا زمان ان هو الليجن بتاعه عباره عن جرانيلوما. يعني ايه يا دكتور جرانيلوما؟ يعني تجمع انفلاماتوري سيل اللي بيعمل انديوريشن في السكين، يعني بيخلي الجلد ست شويه بيتغير لونه. طب الاساس في ايه؟ البرايم ليجن بتاعه ايه؟ جرانيلوما. يعني يا دكتور لو لقيت تجمع بص في الصوره اقول وانا مغمض دي بكتيريا واشوف نوعها ايه. لو لقيت نوديول او بابيول، يعني معظمهم بيبقى بكتيريا. لو لقيت ألسر هقول عليها بكتيريا، وكمان لو لقيت جرانيلوم هقول عليها بكتيريا. طيب يا دكتور وايه كمان؟ نشوف نمثل على الصور. هنبدأ مع بعض سلايدات البكتيريا. اول سلايد معانا هو الامبيتيجو. واقول لك على حاجة، مفيش سؤال في الامتحانات بتاع السنين اللي فاتت لا يخلو من الامبيتيجو. ليه؟ لان هو اول درس معانا في المنهج. الامبيتيجو ده تعريفه او بنقول عليه احنا الحصف، ده الامبيتيجو. طيب يا دكتور انواعه ايه؟ قبل ما اقول لك انواعه عايزين نعرفه. يعني انا دكتور هبص للصوره دي، يا دكتور انا لقيت تجمع فلويد، يعني ممكن يكون بص، ولقيت اهو البص باين اهو، معناها ايه؟ احنا في بكتيريا. لقيت اهو تجمع فلويد وحصل كراستيشن وبص، اذا احنا في بكتيريا. طيب يا دكتور الامبيتيجو ده بقى كده انا عرفت ان هو اول حاجه ان دي بكتيريا، تمام، اول قاعده عرفنا ان هو بكتيريا. يا دكتور الامبيتيجو او الحصف نوعين، في نوع نون بولس يعني ما بيعملش بولس، وفي نوع بولس. قلنا بولا يعني ايه؟ كنا لسه قايلين في البرايمري ليجن ان البولا هي عباره عن تجمع من الفلويد بس اكتر من ايه؟ صح، اكتر من نص سنتي اهو، تجمع من الفلويد. لو ربشرت بنسميها نان بولس. يعني يا دكتور لو جات لك الصوره دي، طبعا نجمه يبقى اذا هي في كتاب القسم، نجمه اذا هي في كتاب القسم. طيب لو لقينا الصوره دي يا دكتور هتقول بولس امبيتيجو. لو لقينا البولا فرقعت اللي هي تجمع من الفلويد، لو فرقعت هتقول عليها ايه؟ صح، نان بولس. طيب يا دكتور هل في كومبليكيشن للامبيتيجو؟ طبعا يا دكتور الامبيتيجو طبعا اهو ده نان بولس، ده نان بولس، عشان كده انا كاتبه في الجنب ده. ده اهو فرقعت وعملت كراستيشن، يعني ايه؟ يعني درايد اكسيوديت، يعني السائل اللي جوه نشف. يعني هنا السائل لسه موجود، هنا ان السائل هي فرقعت والسائل نشف على اهو كراستيشن. طيب يا دكتور كده احنا عرفنا ان هي امبيتيجو. الامبيتيجو دي ممكن تتحول لحاجه خطيره، بنسميها اكزيما. والاكزيما ركز معايا، اكزيما، الاكزيما دي يا دكتور عباره عن ان الامبيتيجو ده اللي هو الحصف اتحول لالسر. شوف 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 الشتانه، الفرق بين حاجه زي كده اللي هو النان بولس والالسراتيف. الالسراتيف امبيتيجو دي ممكن تقول الالسراتيف امبيتيجو صح، ممكن تقول اكزيما صح. اكزيما يعني الالسراتيف امبيتيجو. طيب يا دكتور ادي الالسر اهي وادي الالسر اهي، هنا السر لسه معموله، هنا السر ان الدم خلاص بقاله فتره والالسر ما اتعالجتش، وغالبا بيبقى بتحتاج لسيرجيكال، يعني خلاص.
او مضاد حيوي قوي. طيب الاسئله اللي هتيجي في الامبيتو دي يا دكتور، اول حاجه سبوت دايجنوزيس، هيجيب لك الصوره دي او دي، يقول لك ايه؟ يقول لك سبوت دايجنوزيس، هتقول له امبيتيجو، كده انت صح وهتاخد الدرجه الكامله. عايز تصنفها تبقى معلم، لو جات لك الصوره دي هتقول له ايه؟ بولس امبيتيجو. جات لك الصوره دي هتقول له ايه؟ نون بولس امبيتيجو. طيب يا دكتور هنا هتقول له السراتيف امبيتيجو، عايز تقول الاسم الثاني صح اكسل. طيب هنا السراتيف امبيتيجو. طيب يا دكتور السؤال الثاني كده، احنا قلنا اول سؤال هيقول لك سبوت دايجنوزيس، السؤال الثاني اللي ممكن يجي ايه؟ الاورجانيزم. اقول لك على قاعده بيني وبينك، معظم البكتيريا اللي معانا يا دكتور فيها سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني يا دكتور لو كانت تي بي هنحفظ الليجن بتاعها مش هنتعب، بتبقى مشهوره. لو كانت ليبروسي مشهور الليجن بتاعها. طيب لو كانت نون سبيسيفيك، اي صوره نون سبيسيفيك يعني مش مشهوره، يعني ما بتعملش جرانيلوما، لو انت قلت الاورجانيزم ستاف اوريوس صح، طب قلت ستريبت صح، فانت احفظ كده استاف ستريبت في اي اورجانيزم، اي اورجانيزم ايه، بس لازم تكون الصوره ايه؟ مش مشهوره، يعني مش سبيسيفيك. ما يجيلكش صوره تي بي وتقول له لا دي ستاف اللي بيعملها، تجي لك صوره ليبروسي، طبعا التي بي والليبروسي مشهورين في الصوره، يبقى غششك حاجه. لو قال لك الاورجانيزم على اي بكتيريا نون سبيسيفيك هتقول له ايه؟ ستاف وستريبت. طيب يا دكتور اشمعنى ستاف؟ يا دكتور لان الستاف بتعيش كومنسال على الجلد، انت تعمل مرض لما تدخل جوه الجلد، وهذا هو اللي بيحصل. طيب هنخش بعد كده على درس جديد معانا وهو الفولوكيلايتس. من الاسم فولوكيلايتس يبقى يا دكتور لها علاقه بالفوليكل، لها علاقه بالهير فوليكل، لها علاقه بالشعر. يا دكتور قول لنا الاول ازاي احنا حطيناها في خانه البكتيريا؟ يا دكتور مش شايف البص؟ ادي البص اهو، بص اذا بكتيريا اهو، بص يا دكتور انت ملاحظ حاجه؟ ايه ملاحظ يا دكتور؟ ان البص موجود يعني تحت الهير فوليك، او بسبب ان افتر تشيفنج يعني بعد الحلاقه. اذا يبقى الموضوع ليه علاقه بالفلوكيلايتس، الراجل اللي هو عم حلق دقنه طلع له الفلوكيلايتس اهو، نفس الكلام فلوكيلايتس. يعني يا دكتور دي فلوكيلايتس وترو، يعني ايه ترو؟ يعني حقيقيه، يعني بسببها فعلا ان حصل انفكشن في الهير فوليك. طيب بنسميها ايه هنا؟ السوبرفيشال فولوكيلايتس. يعني ايه سوبرفيشال فولوكيلايتس؟ يعني التهاب في الهير فوليكل. طيب يا دكتور هيسالني سؤال، ايه الاورجانيزم اللي بيعمل سوبرفيشال فولوكيلايتس؟ مش انا قلت لك اي نون سبيسيفيك بنقول عليها ايه؟ ستاف او ستريب، بس هنا عشان يعني سوبرفيشال او هنقول عليها ستاف فقط. طيب ايه بقى ده يا دكتور؟ يا دكتور ده هنا انت ملاحظ ايه يا دكتور؟ ملاحظ فعلا ان في نوديول، في حبوب. طيب يا دكتور الحبوب دي فين؟ قال لك يا دكتور دي تحت هنا في الرقبه. ايه اللي جاب الهير فوليكل في الرقبه؟ فهو الراجل ده اصلا لو ملاحظ ان هو يعني ايه، يعني عنده الشعر هنا بس، هنا ما فيهوش حاجه، لكن هنا في فوليكل، فهنا بنسميه او فولوكيلايتس التهاب في الهير فوليكل، فهنا هنسميه سودو. ليه سودو؟ اصل يا دكتور ده التهاب في الهير فوليكل بس كاذب. ليه كاذب؟ لان هو بعيد او لان الحبوب ظهرت في مكان والشعر في مكان تاني، اذا هي حبوب كاذبه، مش يعني هي مش حبوب كاذبه، يعني التهاب بس ملهوش علاقه بالهير فوليكل. يعني يا دكتور عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان هنا سوبرفيشال عشان الفوليكل فيها يعني حصل فيها انفكشن في مكان اللي فيه الشعر، لكن هنا الفوليكوليتس نقول عليها سودو لانه حصل فيها ايه؟ حصل هنا الالتهاب في مكان بعيد عن الشعر. اتفقنا؟ تمام. هنخش بعد كده على طبعا الاورجانيزم، زي ما احنا قلنا هنا الاورجانيزم هيبقى ايه؟ ستاف اوريوس. طيب هنخش بعد كده على حاجه اسمها فرانكل. يعني ايه فرانكل؟ ده عباره عن سمول ابسس. يا دكتور الاول عرفنا منين ان هي بكتيريا؟ اهو البص قدامنا اهو، ادي البص اهو. طيب يا دكتور ادي البص. طيب يا دكتور هو يعتبر سمول ابسس، وخدناه قبل كده في الباثولوجي، لو كانت فاتحه او بص ابسس صغير كده ومطلع بص وفتحه واحده بس في الجسم، يعني فتحه واحده بس طالعه، بنسميها بويل او فرانكل اف فتحه واحده. طيب يا دكتور يعني ايه الكربانكل؟ الكربانكل دي دايما بيجي في الناس الدايابيتس. ليه؟ لان الراجل ده مناعته ضعيفه، هتلاقي هنا في بويل او فرانكل جنب بعضها وفتحت على بعض، وبانها فتحت على بعض بقى كذا فتحه فاتحين على بعض،
فبنسميها كاربانكل. يبقى الفرق بين الفرانكل ان هي فتحه واحده اهي، اما كاربانكل كذا واحده فاتحين على بعض اهو، واحده وواحده واحده بنسميها كاربانكل. يبقى عرفنا البويل او الفرانكل دي فتحه واحده بس، سمول ابسس صغير، اما هنا هو ابسس بس مالتيبل اوبنين، يعني ايه كذا فتحه. طيب عرفنا الفرق بين الفرانكل والكاربانكل، هيقول لك السؤال ايه الاورجانيزم اللي عليه؟ هتقول له ايه؟ صح، هتقول له يا دكتور ده ستاف اولس. طيب هنخش بعد كده على يعني حاجه كده ايه من الحاجات اللي هي المختلفه او يعتبر اللي ما بنغلطش فيها خالص، حاجه اسمها ايريس رسمه. طيب يا دكتور ايه يعني ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ يا دكتور ده منظر ما يقوليش ان هو بكتيريا خالص. تمام على عيني ده مش بكتيريا، بس يا دكتور ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان سببه هيوميديتي، يعني ايه رطوبه تحت ايه في الاجزله اهو، في الاجزله. الشخص ده للاسف مناعته ضعيفه، فعشان كده يا دكتور حصل انفلاماتوري رياكشن عنيف تحت الاجزله. ليه في الاجزله بالذات؟ لان العرق هو حساس ليه جدا، فحصل منه يعني انفكشن وتجمع للاستاف. يعني عايز تقول يا دكتور، عايز اقول لك يا دكتور ان دي بنشخصها بكلمه واحده بس، ايريس رسمه، وهي رسمه تحت الابط اهو، دي تحشيشه بتاعتها رسمه تحت الابط، رسمه تحت الابط، رسمه تحت. عايز تقول يا دكتور دي بكتيريا ومميزه، مميزه جدا، دي اسمها ايه؟ ايريس رسمه. طيب الاورجانيزم اللي عليها بقى مختلف عن باقي النون سبيسيفيك، فكل اللي فات كنا بنقول ستاف، لكن هنا هنقول كورني بكتيريوم مينيتيسمم. يعني بص هو الاسم غبي شويه، نكتبه مع بعض، ادي الاسم كورني بكتيريوم مينيتيسمم. طيب يا دكتور يبقى الاورجانيزم بتاع الايريس رسمه اللي هي الرسمه تحت الابط محفوظ، كورني بكتيريا مينيتيسمم، وده الوحيد اللي مختلفه عن في البكتيريا كلها، ويعني مشهوره وحششتها لك اهو، ايريس رسمه، رسمه تحت الابط، والاورجانيزم بتاعها اسمه ايه؟ كورني بكتيريا مينيتيسمم. طيب يا دكتور هنخش بعد كده يا دكتور على حاجه مختلفه تماما، وهي ايه؟ السيليولايتس. لازم تبقى عارف ان دي سيفير انفكشن. دي يا دكتور، يا دكتور هنا يا دكتور انا ممكن اقول ستاف واستربت صح على عيني، بس لازم تعرف ان هنا السيليولايتس دي مش يعني ايه سببها ان الانفكشن او الاستاف او السريبت وصلت الدم جوه، فحصل سيليولايتس بالمنظر ده عنيف. طيب يا دكتور هنا فين البص؟ يا دكتور بص ايه؟ بقول لك البكتيريا وصلت الدم مباشرة، يعني حصل بكتيريميا وسبتسيميا وتوكسيميا. طب عايز ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك ان دي سيلولايتس ومشهوره جدا، دي سيلولايتس يا دكتور، دي اللي موجوده في كتاب القسم، ولازم تبقى عارف ان السيلولايتس الالتهاب ده العنيف ده ما دام في ويل ديفايند، يعني ايه ويل ديفايند؟ اهو بص امشي مع الخط، معناها ان الليجن ويل ديفايند. يعني ايه ويل ديفايند يا دكتور؟ يعني متحدد. طيب على عكس تماما الاريسيبلس، الاريسيبلس دي ان الليجن بتاعها مش متحدد، فهي كل حته في مكان. طيب يا دكتور ان السيليولايتس والاريسيبلس دي يا دكتور توكسيك انفكشن، يعني انفكشن دخل الدم فعمل بكتيريميا سبتسيميا توكسيميا. الفرق بين دي ودي ان الليجن هنا ويل ديفايند، اما الليجن هنا يا دكتور ال ديفايند. يعني ايه ال ديفايند يا دكتور؟ يعني مش متحدد. طيب يا دكتور عايزك تعرف حاجه، انت لو شفت الصوره دي هتقول ايه؟ يا دكتور ايه اللي جوه ده؟ ده ميه، دي يابسه. فقال لك تشبه بالظبط خريطه كوكب الارض، في شويه محيطات ويابسه، فنفس الكلام هتلاقي في شويه قديمه واحمرار، فهي دي الانفكشن اللي اسمه ايريسيبلس. طيب لو سالك سؤال هيقول لك ايه الاورجانيزم اللي بيعمل سيلولايتس؟ هتقول له الاستاف الاستريب. طيب يا دكتور لو سألك هنا يا دكتور عن الاريسيبلس مين اللي بيعمل؟ هتقول له الأعنف فيهم اللي هو مين؟ طبعا الاستاف أضعف من الاستريب، فتقول له هنا الستريبتوكوكس. طيب يا دكتور هنفرقهم من بعض ازاي؟ يا دكتور دي التهاب ملوش يعني متحدد الحدود بتاعته، بص أهو متحدد الحدود بتاعته ويل ديفايند، وهنا ويل ديفايند. طيب يا دكتور إيه ده؟ يا دكتور ده الدكتور بتاع الجلدية عشان يقول لك إن هو ويل ديفايند فعلمه بالقلم، تمام؟ هنا إيه؟ ال ديفايند يعني ملوش يعني التحديد للليجن بتاعه، الديفايند مش متعلم، ملوش بوردر، ملوش حدود، فاحنا بنقول عليها ايه؟ يشبه
خريطة كوكب الأرض، وعشان خاطر كوكب الأرض أو الأرض بنسميه إيرث، فبنسميه إيريسيبلس أو تحشيشة إيه برضه، إيرث إيريسيبلس. طيب تمام كده خلصنا يا دكاترة النون سبيسيفيك بكتيريال انفكشن اللي هو زي امبيتيجو، فلوكيولايتس، إيريسيبلس، سيليولايتس، إريثراسما، فرانكل، كاربانكل. هنخش بعد كده على إيه؟ السبيسيفيك بكتيريال انفكشن. والسبيسيفيك بكتيريال انفكشن عندنا معانا في كتاب القسم عندنا اتنين بس، تي بي والليبروسي. طيب لازم نكون متفقين ان التي بي او الليبروسي بيعملوا جرانيلوما. الجرانيلوما ليها اشكال مختلفه بس الباثولوجيكال فيتشر بتاع الجرانيلوما معروفه. انفلاماتوري سيل بتتجمع حوالين بكتيريا. طيب في الليبروسي البكتيريا هنسميها مايكوبكتيريوم ليبرا. طيب اما في التي بي هنسميها ايه؟ البكتيريا اللي هو الاورجانيزم هنسميه مايكوبكتيريوم توبركلوزيس. اتفقنا؟ يبقى لما يسال في الليبروسي لو كانت الصوره ليبروسي وقال لك الاورجانيزم هتقول له مايكوبكتيريوم ليبرا، لو كانت الصوره تي بي وقال لك الاورجانيزم هتقول له مايكوبكتيريوم توبركلوزيس. طيب اول حاجه يا دكتور هنا ايه اللي يدل ان دي يا دكتور ليبروسي؟ اول حاجه الليبروسي انواع، الليبروسي في منه ثلاث انواع. النوع اللي احنا عارفينه اللي مشهور اللي هو الليبروميتس اللي هو الخطير، ودايما الليبروميتس ده بيجي في واحد مناعته ضعيفه خالص. اهو ادي النديول، نديول، شوف نديول نديول، فاحنا بنسميه لونيون فيس يعني شبه وجه الاسد. يبقى الليبروميتس ليبروسي ده اللي احنا عارفينها اصلا واللي واخدينها قبل كده، الليبروميتس ليبروسي. النديول دي ممكن تيجي في كل مكان، في الاذن اهي، في الايد، واهو الليبروميتس. طيب يبقى الليبروميتس ليبروسي بتيجي في واحد مناعته ضعيفه، دي الاشكال بتاعتها. هيقول لك مثلا الليجن ده هنسميه ايه؟ وصفه لونيون، هو نديول مالتيبل نديول بس بنقول عليه لونيون فيز يعني وجه زي وجه الايه الاسد. طيب ايه بقى التوبركوليد ليبروسي؟ التوبركوليد ليبروسي ده اضعف انواع الليبروسي، يعني ليبروسي ضعيف. يعني ايه؟ لما يكون الانفكشن مايلد يا دوبك شويه بس بيعمل شويه بيجمنتيشن، هايبو بيجمنتيشن، بيقلل الصبغه بتاع الجلد وبيعمل شويه انديوريشن، اهو هايبو بيجمنتيشن وانديوريشن. طيب نقدر نقول عليه ليبروسي؟ نقدر نقول عليه ليبروسي بس هنقول عليها التوبركوليد ليبروسي يعني ضعيف. طيب في حاجات بقى ما بنقدرش نحددها، هل هي توبركلويد ولا ليبروميتس؟ فبايه بنعمل تيست. التيست ده اسمه ليبرومين تيست، بنحقن المايكوبكتيريوم ليبرو في تحت الجلد اهو مكان الحقن اهو، فلو عمل الاحمرار فمعناه ان هو حساس للمايكوبكتيريوم ليبرو، معناه ان هو عنده ليبروسي بس مش سيفير ولا مايلد. فالمايلد اللي هو التوبركلويد ده لما نيجي نظهره ونشوفه ونفرقه بين الليبروميتس فاحنا محتاجين تيست اسمه ايه؟ ليبرومين تيست. طيب الشكل ده ايه؟ كل شكل من دول من الثلاثه باين عليه ان هو بعد انجكشن، يعني بعد اكيد هو هنا حقن عشان خاطر يحدد، اللي بنسميه هايبرسيفيتي تيست اللي هو الليبرومين تيست. كونه حدد وعمل احمرار متحدد كده، متحدد البوردر اهو، بوردر بوردر بوردر، معناه ايه؟ معناه ان هو المرحلة المتوسطة بين الضعيف التوبركوليد وبين القوي اللي هو الليبروميتس. يا دكتور عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان هنا هتقول ليبروسي صح، هيسألك عن الاورجانيزم هتقول له مايكوبكتيريوم ليبرا، هنا هتقول ليبروسي صح، هنا هتقول ليبروسي صح. حبيت يا دكتور تحدد، حبيت تحدد التوبركوليد من البوردر لاين من الليبروميتس هتاخد الدرجة. طيب يا دكتور طب ايه الفرق بين دي ودي؟ يا دكتور هنا الاحمرار منتشر اهو، واحد اتنين تلاتة، لكن هنا الاحمرار متحدد ببوردر لاين، ده الاختلاف يعني بين دي ودي. الاحمرار منتشر معناه ان المناعة ضعيفة، الاحمرار متحدد ونتيجة حق بنسميه بوردر لاين. طيب هنخش بعد كده على كده خلصنا الليبروسي بانواعه، الضعيف بنسميه توبركلويد شوية هايبو بيجمنتيشن بس، المتوسط اسمه بوردر لاين، اللي هو العنيف اللي هو الليبروميتس ليبروسي. طيب هنخش على انواع التي بي. التي بي بنقسمه اكوردنج تو ايه؟ صح، مناعه الشخص اللي هيجي له التي بي. في شخص مناعته بتبقى كويسه فهيجي له ايه؟ اعراض خفيفه. طيب واحد مناعته ضعيفه اكيد هيجي له اعراض او سيمتومز قويه. طيب يا دكتور
عايزين نعرف الاشكال. دي تي بي، دي تي بي، دي تي بي، المنظر ده الجرانيولوما بتاع التي بي، تي بي تي بي. والثلاث صور دول في بي دي اف كان عطولنا الدكتور القسم السنه اللي فاتت، وما كانش كان قايل عليها تي بي بس، تي بي بس، تي بي بس، ما كانش حد مش محدد نوعها ايه. لما جينا هنا نحدد النوع، هنا تي بي وهنا تي بي، الفرق بين ده وده ايه؟ ده عباره عن ايه؟ قرحه ايه قدامنا ايه، بس القرحه دي متحدده، القرحه او القرحه بتاعت تي بي بنسميها شانكر، توبيركولاس شانكر، وبتبقى شباب يعني الراوند او سراوند بي ايريسيما، يعني تعتبر قرحه اهي ترايد وحواليها شويه احمرار، سراوند بي ايريسيما او شويه انفلاماتوري ريد رياكشن. طيب ده ايه؟ شانكر، قرحه بتاعت تي بي. اما ايه دي؟ ده نوع من الناس اللي مناعتهم يا دكتور ضعيفه، فالاشخاص دي عندهم تي بي وبرضه مهملين، يعني عندهم تي بي مش بيهتموا بنظافه رجلهم وبيهتموا بالقرح، يعني اصلا دي كانت بدايه، لكن لو انت ما عالجتهاش واخدت العلاج واهتميت هتتحول للمنظر ده. المنظر ده بنسميها قرحه عاديه توبيركلوس شانكر، لكن المنظر بنسميه فيروكا. ليه يا دكتور فيروكا؟ فيروكا باللاتينيه تعني ورده، وطبعا زي ما انت شايف كانها ورده بيضه محطوطه على يعني على رجل الشخص ده. فيروكا يعني يعني بالاخص فيروكا يعني توكه، يعني او توكه دي اللي هي بتتحط في الشعر في الفيميل، توكه او ورده، فانت اللي انت عايز تقوله قوله اهو، لونها ابيض، فهنسمي دي تيوبركلس شانكر، لكن دي هنسميها تي بي فيريكوزا يعني او فيروكا عادي كيوتس، فيروكا كيوتس. طيب في اشكال تانية للتي بي صح؟ لما يكون الشخص عنده تي بي وكمان تكون فيميل وعندها تي بي، والفيميل دي اصلا سيستميك لوبس اريثروماتوزيس يعني عندها مرض الزئبه الحمراء وكمان جالها تي بي، لا ده ايه اللي هو الضرر ضررين. فالسيستميك لوبس اريثروماتوزيس بتتميز ان هي عندها ايه؟ مرض الرئه وشويه الكرايتيريا اللي احنا عارفينهم، بس لما يكون معاها تي بي فبنسميها لوبس كناية عن ان هي عندها سيستميك لوبس فالجاريس، كلمة فالجاريس في الجلدية تعني كومون مشهور. فاللوبس فالجاريس دي عبارة عن الشخص ده اهو، دي واحدة عندها سيستميك لوبس عندها مالور راش، بس اتصادفت ومن سوء حظها ان جالها تي بي، فالجرانيلوما بقت عنيفة شوية اهو. طيب ودي برضو نفس الكلام بيحدد. طب هنا قال لك الاحمرار ده هل سببه ان هو جرانيلوما رياكشن ولا ده حبوب عادية؟ فاحنا بنعمل التست ده، التست ده لو كانت حبوب عاديه كانت هتروح بالسلايد، لو احنا دوسنا عليها بالسلايد هتبقى بيضه كلها، لكن ده اللي ثبت ان هو جرانيولوما رياكشن ان احنا عملنا التست ده. طبعا انت عايزك تقول بس كلمه واحده بس، لوبس فالجاريس. طب ايه ده يا دكتور؟ دي شخص عنده اسكليرو فيروديرما اللي هو او سكليرو ديرما، عارف الاسكليرو ديرما ده ايه؟ مرض مناعي. كل دي امراض روماتولوجي سواء سيستميك لوبس او سكليرو ديرما. السكليرو ديرما ده يعني ايه؟ بيتميز ان هو جلده يعني سك ناشف شويه، فهنا لما جلده يبقى ناشف ويجيله تي بي فالمرض برضو ايه؟ ده سوء حظ، يعني هو عنده سكليروديرما وجاله تي بي، فالقرحه بتاعت تي بي عايزه تطلع او عايزه تطلع البص، فالجلد ناشف فهيبقى فيه صعوبه في ان البص يطلع من الجلد. ليه؟ لان الجلد ناشف، لان هو اصلا في الاصل عنده سكليروديرما ومن سوء حظه جاله تي بي، فهنسمي المرضين دول مع بعض سكرو فولوديرما. سموها سكرو فولوديرما، فولو يعني قال لك ايه؟ ان هو مش قادر يطلع يعمل فولو للباص، او سكرو فولوديرما دي تحشيشه طبعا، سكرو فولوديرما. طيب انت عايز ايه يا دكتور؟ دي هنقول عليها ايه؟ لوبس فالجاريس. دي هنقول عليها سكرو فولوديرما. هنا ميلاري تي بي، طبعا الميلاري واخدينها في الباثولوجي قبل كده، سموها ميلاري ليه يا دكتور؟ لان هي فيها نديول نيومرس، يعني نيومرس يعني متعدده، وملي يعني تعتبر قد ملي بالظبط اهو، ميلاري تي بي. طبعا دي ميلاري تي بي، الميلاري تي بي ده عباره عن سيفير رياكشن، لما يبقى الجرانيوم عنيفه بتبقى ميلاري تي بي. يبقى نقسم اشكال التي بي تاني، طبعا عندنا شانكر بسيطه برايمري، برايمري ليجن بسيط كده بنقول عليه شانكر، قرحه بسيطه، لو كانت القرحه دي ما اتعالجتش كويس هتتحول لايه؟ صح، فيروكا كيوتس. طيب لو كان الشخص ده عنده مرض مناعي سيستميك لوبس وجاله تي بي هنسميه لوبس فالجاليس، لو كان عنده يا دكتور سكليرو ديرما وجاله تي بي هنسميها سكرو فولو ديرما. طيب
وده نتيجة او سبب ان الجلد اهو سك، فعشان كده البص مش قادر يطلع من الجلد اهو. طيب هنا ميلاري تيبين كده يا دكتور، يا دكتور خلصنا البكتيريا. وما دام خلصنا البكتيريا نرجع نقول الايه الرولز بتاع البكتيريا من تاني. يبقى يا دكتور في البكتيريا الرولز، في قواعد البكتيريا عشان نثبت ان هي بكتيريا او الصوره اللي معانا بكتيريا لازم يكون في تجمع للبص، صح؟ لو لقينا نديول وبابيول، نديول ممكن تبقى فيليكولايتس او الى اخره، او ممكن تبقى بابيول، صح؟ لو لقينا السر وسيفير ممكن نقول عليها بكتيريا او نوصفها من خانه البكتيريا. لو لقينا جرانيلوما زي ما شرحنا لسه دلوقتي التي بي والليبروسي، يبقى اول سؤال هيجي على البكتيريا الاورجانيزم بتاعه ايه؟ اول سؤال هيجي على سلايد البكتيريا قولي البرايمري ليجن، وده صعب لان كونك انت شخصته فانت كده عارف البرايمري ليجن، فهو السؤال يا اما اورجانيزم يا اما كومبليكيشن. واقول لك على معلومه، اي مضاعفات لاي صوره فيها بكتيريا تكتب الثلاثه دول، البكتيريا راحت الدم بكتيريميا، البكتيريا راحت وهي والتوكسين راحت الدم سيبتسيميا، لو التوكسين بس اللي راح الدم توكسيميا. يعني يا دكتور الكومبليكيشن دي تكتبها في اي سلايد فيه بكتيريا، صح؟ اي سلايد فيه بكتيريا وسالك عن الكومبليكيشن هتكتب الثلاثه دول فقط. طيب بديهي جدا جدا، يا اما يسالك عن الاورجانيزم يا اما يسالك عن العلاج. ويا دكتور معلومه، السلايد ما بيجيش عليها الا سؤالين بس، الاورجانيزم والتريتمنت، وممكن يقول لك التريتمنت بس. الاورجانيزم طبعا لازم يكون محفوظ، اما التريتمنت ثابت. ازاي يا دكتور؟ لو كان سبيسيفيك تي بي، يعني لو كانت البكتيريا دي من النوع السبيسيفيك سواء تي بي او ليبروسي، طبعا كنا عارفين، كلنا عارفين الادويه بتاع التي بي كومبايند، اللي هو الايزونازايد والستريبتومايسين والاريثروميسين والحاجات اللي هي اللي احنا عارفينها اللي هو الكومبايند ثيرابي، خمس ادويه احفظهم واكتبهم. ده لو كان ايه؟ لو كان تي بي او ليبروسي. طيب لو كان نون سبيسيفيك، يعني اي بكتيريا تانية زي الستاف والستريب، استامبه تتحفظ. ايه هي الاستامبه؟ هتكتب كده لو الشكل مايلد فورم هتديه مضاد حيوي موضعي توبيكال انتي بيوتيك فيوزيديك اسيد. طيب لو كان سيفير كيسز هنديله سيستميك انتي بيوتيك مضاد حيوي في سيستميك، يعني هيخش اورال بقى هتديه اورال زي فلوكساسيلين. يا دكتور اشمعنى قلنا الفلوكساسيلين؟ ليه مثلا ما قلناش بنسلين؟ يا دكتور حاسب معظم النون سبيسيفيك بكتيريال انفكشن معظمهم الاورجانيزم بتاعهم ستاف، والستاف ليها ريزيستنت للبنسلين، فلازم نعمل ندي فلوكساسيلين. ليه؟ لان الفلوكساسيلين ده عباره عن ايه؟ عن ايه؟ ان هو بيبقى سيوتابل للاستاف، لان الاستاف عندها ريزيستنت قوه للبنسلين، فاحنا بنديه الفلوكساسيلين وتدي الاريثروميسين. يعني يا دكتور العلاج ده ثابت؟ ثابت، ثابت في اي بكتيريا. يبقى البكتيريا رولز اول حاجه، الاورجانيزم مهم، كل واحد ليه اورجانيزم معين. طيب الكومبليكيشن ثابته، بكتيريميا سيبتسيميا توكسيميا، العلاج ثابت لو كان تي بي، لو كان من نوع تي بي علاجه ايه؟ الاربع او الخمس ادويه اللي هو اللي معروفين. لو كان نون سبيسيفيك يا دكتور هتكتب الرصه دي، لو مايلد فورم مضاد حيوي موضعي زي الفيوزيتيك اسيد، لو سيفير فورم او حاله خطيره هتدي ايه؟ فلوكساسيلين او اريثروميسين. كده خلصت ايه يا دكتور؟ صح، خلصنا القواعد بتاع البكتيريا. كده خلصنا البكتيريا، وده اصعب جزء معانا في الفيديو النهارده. هنخش بعد كده على برانش تاني من الانفكشنز وهو الفانجاي، وده اسهل حاجه. الفانجاي لازم نعرف هو الاورجانيزم ايه، لازم يبقى فيه رولز نمشي عليها. الرولز اللي نمشي عليها ان لازم نشوف مستعمره من الفطريات. يعني يا دكتور ايه؟ اول اشوف ان في حاجه بيضه مستعمره بيضه او مستعمره خضراء، يعني فانجاي، يعني بدون اي كلام بدون اي تفاصيل. اول ما نشوف كولوني مستعمره من الفانجاي سواء وايت او جرينش، يعني بيضه او خضراء، معناها ايه؟ معناها ان احنا في برانش الفانجاي. في رولز ثالثه ان هي بتاثر على صبغه الجلد. اول ما نشوف في تاثير في لون الجلد، الجلد عكس لونه او الجلد اتغير لونه او الصبغه قلت او زادت، معناها ان احنا فين؟ في الفانجاي. اول ما لقينا ان الفانجاي ده او الليجن ده موجود في مناطق الرطوبه او مناطق العرق، معناها ان ده فطر فانجاي. يعني يبقى في معانا ثلاثه رولز للفانجاي.
اول حاجه ان احنا نشوف مستعمره بيضه كده، نشوف مستعمره خضراء، نشوف في تاثير على صبغه الجلد، كمان لو في اماكن الرطوبه والعرق وكده. طيب يا دكتور عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك ان الفنجاي بيبقى موجود في اماكن الفشو، اللي هو اماكن الاجزله، البيوبيك اريا، اي مكان فشو. طيب يعني اماكن ايه؟ الاماكن اللي هي درجه حرارتها مرتفعه والرطوبه فيها عاليه والعرق فيها زياده. طيب المضاعفات بتاع الفنجوي سهله، لو شخص هيلسي معناها ان الفنجوي دي مش هتاثر عليه، يعني ملهاش مضاعفات، نو كومبليكيشن. طيب لو شخص اميون سبريسيف معناه ان هو ممكن المضاعفات بتاع الفنجوي دي تقتله، مي بيتس. طيب ليه يا دكتور؟ لان يا دكتور الفنجوي ده عباره عن ايوكاريوتيك سيل، خليه حقيقيه، والانسان خليته ايوكاريوتيك سيل برضه خليه حقيقيه، وخليه حقيقيه مع خليه حقيقيه يعني يعتبر من النادر جدا ان يعمل انفكشن. فعشان كده الفنجوي بتبقى موجوده كومنسال على الجلد. امتى يحصل انفكشن او يحصل عدوى بالفنجاي؟ لما المناعه تقل. طيب عشان كده المضاعفات بتبقى موجوده امتى؟ لما يكون الشخص ده اميون سبريسيف. طيب الكومبليكيشن دي ثابته. طيب العلاج ثابت. طيب لو كان العلاج او الفنجاي ده المايلد فورم بتاعه، يعني ايه؟ يعني حاجات بسيطه كده، ممكن تديله انتي فانجل موضعي توبيكال، زي ايه؟ ساليسيليك اسيد 3%، بنزويك اسيد 6%، والفازلين. طيب لو سيفير كيزز بقى هنضطر نديله سيستميك انتي فانجل. نحفظ السيستميك انتي فانجل دول صم، لان هم هيتكتموا في كل حاجه. يا دكتور يعني العلاج ده ثابت في كل الفنجاي؟ ثابت في كل الفنجاي، زي ما كان العلاج ده ثابت في كل البكتيريا فالعلاج ده ثابت في كل الفنجاي. هتكتب لو كان مايلد فورم شكل مايلد توبيكال انتي فانجل، الامثله عليها ايه؟ ولو كان سيفير كيزز، امتى يكون سيفير كيزز؟ لما يكون اميون سبريسيف. هتدي له ايه؟ هتدي له السيستميك انتي فانجل دراجز دي. عندنا ثلاثه يتحفظوا صم، جريزو فولفين، كيتو كونازول، واترا كونازول. الكريزو فالفين ده ليه ميزه ان هو ري ريزيستنت، يعني من النادر يعمل ريزيست، يعني مناسب يعني. طيب والميزه بتاع الكيتو كونازول ان هو برود سبيكترم، يعني ممكن يحمينا من كل الفنجاي. الميزه بتاع الاترا كونازول ان هو الاثار الجانبيه بتاعته قليله. طيب احنا قلنا ان ممكن يجي في الفنجاي سؤال اورجانيزم، ممكن يجي سؤال كومبليكيشن ودي ثابته، ممكن يجي سؤال تريتمنت ودي ثابته. طيب الرولز اللي هنمشي عليها في الصور ايه؟ شفنا حاجه بيضه، شفنا حاجه خضراء عامله مستعمره تبقى فنجاي، حاجه مأثره على صبغه الجلد تبقى فنجاي، حاجه موجوده في اماكن الرطوبه والعرق تبقى ايه؟ فنجاي. نبدا مع بعض. عندنا يا دكاتره كام نوع من الفنجال انفكشن؟ اول حاجه عندنا نوع من الفنجاي من الفطريات اسمه ديرماتو فايتس. طيب وده بنقول عليه تينيا، اللي هو التينيا المشهورة دي. تالت حاجة او تاني حاجة معانا بتريزس فيرسي كالر. طيب تالت حاجة معانا من الفطريات عندنا الكانديدا. دكتور احنا مش عارفين الا من ايام المايكرو اللي حضرتك كنت عامل هنا في ملخصات ان مع الكانديدا دي اشهر فطر عارفينه. طيب نبدا واحده واحده. الدرماتوفايتس من الاسم درماتوفايتس، يبقى بتصيب ضبقه الدرما. طيب يبقى نبدا اول حاجه ايه؟ الدرماتوفايتس. الدرماتوفايتس يا دكتور الاسم المشهور معانا او اللي متداول معانا في يعني بينا او يعني ايه الناس اللي في يعني بعيد عن الطب، المجال الطبي، بنقول عليها ايه؟ التينيا. طيب يا دكتور بنقسم التينيا ازاي؟ التينيا يا دكتور بنقسمها according to site. يعني ايه؟ يعني في تينيا بتبقى موجوده في السكالب، يعني في ايه؟ في فروه الراس بنسميها كابيتس. في تينيا يا دكتور بتبقى موجوده في الفيس، لو اصابت الفيس بنسميها تينيا فيشيوي. طيب يا دكتور لما التينيا دي تصيب الدقن او البيرد اريا او المناطق اللي هي الايه؟ اللي هي المناطق اللي فيها شعر في الدقن، يعني اللي هو الدقن، بنسميها باربي. ليه يا دكتور؟ كابيتس جاي من كلمه كاب، كاب يعني فروه الراس، فيشيوي جاي من الفيس. طيب تينيا باربي، باربي اصلا باللاتينيه تعني لحيه. طيب
طيب لو كانت في الترانك او الليمبس، يعني في الجذع او في الاطراف، بنسميها كوربورس او سيرسيناتا. طيب يا دكتور لو كانت في مناطق العانه اللي هي بنسميها الجروين اريا او البوبيك اريا، بنسميها كيريوريس. طيب يا دكتور لو كانت في الفينجرز الصوابع، بنسميها اونكومايكوزيس. طيب يا دكتور لو كانت في الفوت او التوز، بنسميها تينيا بيدس. طيب يا دكتور يعني ايه يا دكتور؟ يعني يا دكتور كل اللي عايز اعرفه او اللي عايز يعني افهمه، الصورة دي هل هي في فروة الرأس ولا في الوجه ولا في الدقن ولا في الترنك واللمس في الاطراف والجزء بتاع الجسم، ولا في منطقة الجروين او البيوبك منطقة العانة، ولا في الاصابع ولا في الاقدام واصابع الاقدام؟ يبقى انا اعرف الشكل احفظ دي، اقول اكتب تاني على طول. طيب يا دكتور انا لو كتبت تانية بس يعني نص الدرجة، بس يعني ليه؟ ما احنا نعرف الصورة دي صورة في انهي اورجان في الجسم ونكتب. طيب يا دكتور كده احنا قسمناها اكوردنج تو ايه؟ سايت. طيب هنمسك يعني نركز على التينيا كابيتس. التينيا كابيتس يا دكتور اهو، التينيا كابيتس 3 انواع ولا اربعة؟ 4 انواع. اول نوع في اهو، دي فروة رأس، دي فروة رأس اذا تينيا، دي فروة رأس، فروة رأس، فروة رأس. اذا يا دكتور كده احنا بنتكلم على تينيا كابيتس. يا دكتور في الاول انت قلت لنا قواعد الفنجاي، اول حاجة اشوف طبقة او مستعمره بيضه. ما هو يا دكتور مستعمره بيضه، مستعمره بيضه، اذا احنا في الفنجاي. فروه الراس يبقى اذا دي تينيا كابيتس اهو. طب يا دكتور ايه ده؟ دي نوع من التينيا كابيتس اسمه سكيلي تايب. ليه؟ لان في قشره. يا دكتور طب انت عرفت منين ان هو في قشره؟ يا دكتور ما هو ايه الابيض اللي على الشعر ده من بره؟ ما هو دي القشره. اذا التينيا كابيتس هنا عملت قشره فسموه سكيلي تايب. سكيلي يعني قشره. طيب يا دكتور طب ايه ده؟ يا دكتور ده بنسميه بلاك دوت تايب. يا دكتور طب هم سموا التينيا كابيتس بلاك دوت ليه؟ لو انت عملت زوم كده يا دكتور هتلاقي فيه نقط سودا، نقط سودا، نقط سودا. يعني يا دكتور هو مستعمره بيضه فقلنا على فونجاي، تمام. فروه راس تينيا كابيتس، ليه سميناها بلاك دوت؟ عشان خاطر فيه في نقط سودا او دوتس، يعني نقط بلاك سودا في المنتصف. طيب ايه الكيريون ده؟ الكيريون ده لما واحد يبقى عنده السكيلي تايب والبلاك دوت تايبس اللي هم المايلد فورم دي، اللي هي الاشكال اللي هي ايه الخفيفه دي، ويتخبط. يا دكتور لو اتخبط في المكان ده هيجي له انفكشن عنيف. ليه؟ لان في هنا يا دكتور فانجاي، في مستعمره من الفانجاي، فكل دي المستعمره دي هتخش على الدم. ليه؟ ما هو حصل تروما فيحصل له الكريون. طيب ده مكان اهو التروما اهو، حتى اهو واحد عمل حادثه اهو اللي بينتج لك انه في تروما، فده المنظر الكاريون. كاريون يبقى ان 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 انفلاماتوري رياكشن افتر تروما، بس ده برضو هتقول عليه تينيا كابيتس كاريون. نفس الكلام هنا كاريون، ولو عملت زوم هتشوف البص اهو، البص. اذا بنسميها دي ان هو التينيا كابيتس لما يحصل له تروما، يعني ده سوء حظه بقى بيبقى كاريون. طيب لو احنا ما عالجناش الكاريون ده هنشوف منظر فظيع دلوقتي. نركز نركز، فيفاس. الفيفاس ده ده سيفير فورم اوف تينيا كابيتس. ده شخص اول حاجه عنده مناعته ضعيفه طبعا عشان جات له تينيا، واتخبط فجاله الكيريون. لكن لو هو ما عالجش ده وحط سكند بكتيريا انفكشن وي وي وي، هيتحول للسيفير فورم اللي هو الفيفاس. يا دكتور سهل علينا يا دكتور، السؤال ده في الامتحان بيقول لك كلمه واحده بس، هتقول له ايه؟ تينيا كابيتس. حددت نوعها؟ مش هيقول لك حدد نوعها، بس انت عارف تينيا كابيتس، بس انت عرفت تفرقهم ازاي. سكيلي تايب في قشره، بلاك دوت تايب لو انت عملت فوس هتلاقي فيه بلاك دوت هنا. طيب يا دكتور الكريون يا دكتور، يا دكتور اهو نتيجه افتر تروما كريون انفلاماتوري رياكشن، ان 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 انفلاماتوري رياكشن. الفيفاس ده ده سيفير فورم، ده خلاص شوف السكالب بقت عامله ازاي. وللاسف للاسف دي irreversible، يعني الشخص ده صعب التاني يرجع له الشعر بتاعه. طيب دي التينيا كابيتس. طيب هنا ايه؟ تينيا في الشاي. ليه؟ لان هي في الوجه في الفيس. هنا تينيا ايه؟ باربي. ليه؟ عشان في اللحيه. طيب هنا دي في منطقه اللي هي السره مثلا، او تحت السره، او تحت النيبل اهو، المنطقه يعني المهم ان هي في الترانك في الجذع بتاع الانسان، بنسميها ايه؟ كوربوروس. كوربوروس يعني ايه؟ جسم. هنا في الايد في اللمس، يبقى في الترانك او اللمس بنسميها كوربوروس. طيب في منطقه العانه،
هنا باين اهو ان فيه هيوميديتي ومكان رطوبه، اذا احنا هنا في فطريات في منطقه الاندروير، فهنا تينيا كوريوريس. ليه كوريوريس؟ لان هي في منطقه الجروين، منطقه العانه. هنا نفس الكلام تينيا كوريوريس. طيب البيدس معناها ايه؟ البيدس يعني في الرجل، اهو في الرجل وفي صوابع القدم، يبقى دي التوس دي فوت. طب هنفرقهم من بعض ازاي؟ هي هنا في كلا الحالتين تينيا بيدس، لو بين الصوابع بنسميها انتر ديجيتال. فان ديجيتال يعني جاي من كلمه صوابع، انتر يعني بين الصوابع. انت يا دكتور قلت تينيا بيدس وخلاص، تينيا بيدس هنا تينيا بيدس، بس نوعها اسمه هايبر كيراتوتيك. ليه؟ لان خلاص بيبقى في بيحصل كيراتايزيشن والجلد بيقشر، او شايف الرجل اهو الكيراتايزيشن والجلد بيقشر. طيب هنا فين؟ لما تكون التينيا بتصيب الضوافر اهو او الصوابع اهو، اونكومايكوزيس اونكومايكوزيس اونكومايكوزيس. السؤال هيجي ايه؟ السؤال على الصور اللي احنا قلناها دي هيقول لك الاورجانيزم، هتقول له ايه؟ درماتوفايتس. ما تقولش نوعه بقى خلاص، هو في مليون نوع للدرماتوفايتس، قول درماتوفايتس عشان تاخد الدرجه كامله. طيب طبعا السبوت دايجنوز هتقول اونكومايكوزيس، تينيا كابيتس، تينيا كوربوريس، تينيا، على حسب المكان. السؤال الثاني هيقول لك الاورجانيزم، هتقول له درماتوفايتس. السؤال الثالث هيقول لك كومبليكيشن، طبعا هتقول لو شخص هيلث نو، لو شخص اميونو سبريسيف هيكون ايه؟ هيحصل له كومبليكيشن كتير وميبيدس. طيب يا دكتور لما يسالك السؤال الثالث يقول لك ايه العلاج؟ هتقول له نفس الكلام، مايلد فورم توبيكال انتي فانجل، سيفير فورم طبعا الجليزوفيلافين والايتراكونازول والكيتوكونازول. فهمنا؟ دي الاسئله اللي هتيجي عليها. هنخش للفطر الثاني معانا النهارده، يبقى احنا كده خلصنا الدرماتوفايتس كلها اللي هي اسمها التينيا بانواعها. الفطر الثاني معانا النهارده اسمه بتريزيس فيرسيكولار، بنسميها التينيا فيرسيكولار. الملاحظ ايه يا دكتور؟ ملاحظ حاجه غريبه. ايه يا دكتور؟ ملاحظ ان في فيرسي كلر، يعني بتعكس لون الجلد. يعني ايه؟ يعني يا دكتور بتاثر على صبغه الجلد، عشان كده قلنا عليها فطريات. طيب يا دكتور ازاي؟ احنا قلنا اهو في اهو مستعمره بيضه اهي، اذا في فطريات او فنجات. طيب بتاثر على صبغه الجلد. الشخص ده لو اسمر بتبيضه، منطقه الليجن بتبقى بيضه. لو الشخص ابيض بتسمره، عشان كده بتعكس اللون، فبنسميها بتريزيس فيرسيكولار، بتريزيس فيرسيكولار. اتفقنا؟ طيب يا دكتور لو انت عايز تقسم النوع هايبو بيجمنتد، فاذا هي بتقلل الصبغه. هايبر بيجمنتد بتسمره، يعني ايه بتسمره؟ على حسب لون الشخص. لو انا بشرتي سمراء وجات لي بتريزيس فيرسيكولار بتبيض المنطقه اللي فيها الليجن. طيب لو انا بشرتي بيضاء بتسود او تغمق المنطقه اللي فيها الليجن، فعشان كده سموها فيرسي كلر، عاكسه اللون. اتفقنا؟ طبعا انت مش هتحدد هايبو ولا هايبر، انت كفايه عليك تقول بتريز فيرسي كلر. في واحد محترم هيقول لي سؤال، ممكن يقول لك ديفرنشال دياجنوز بين من دي والتيوبركلويد ليبرسي. ما التيوبركلويد ليبرسي فيها ايه؟ فيها ليجن برضو شبيه كده شويه. لا هناك بيبقى فيه جرانيولوما، في انديوريشن، الجلد سميك، لكن هنا وايت كولوني، مستعمره بيضاء. هنا يا دكتور نفس الكلام بتريزيس فيرسيكولار، بس يا دكتور هنا شخص ايه؟ ابيض فسمرته، يعني زودت البيجمنتيشن، هايبر بيجمنتد. هنا شخص ايه؟ اسمر فبيضت الليجن بقى ابيض، فايه؟ فنسميها ايه؟ بتريزيس فيرسيكولار هايبو بيجمنت. يعني عايز تقول يا دكتور اكتب بتريزيس فيرسيكولار صح، العلاج نفس العلاج الاسطمبه اللي قلناها، الكومبليكيشن نفس الكومبليكيشن اللي قلناها. طيب يا دكتور في هنا حاجه البريديسبوزنج فاكتور. يعني ايه بريديسبوزنج فاكتور؟ يعني يا دكتور العوامل اللي بتساعد على حدوث المرض. عوامل ايه يا دكتور اللي بتساعد على حدوث المرض؟ هنا هتقول له الاكسسيف سويتنج، يعني التعرق. ودايما بتاجي للاشخاص اللي بتلبس جواكت كتير وبتعرق تحت الجواكت، فبتحصل لهم ايه؟ البتريزيس فيرسي كلر. طيب يا دكتور ممكن يجي لنا سؤال تاني؟ البتريزيس فيرسي كلر ممكن يقول لك ايه الاورجانيزم اللي بيعملها؟ هتقول له ميلاسيزيا فارفر، نكتبها مع بعض ميلاسيزيا فارفر. يعني ايه اهو؟ ميلاسيزيا فارفر يا دكتور ايه ده يا دكتور؟ ده اسم الفطر، عايز تحفظه احفظه، مش عايز خلاص. بتريزيس فيرسيكولار هيقول لك الاورجانيزم اللي بيعمله، هتقول له ميلاسيزيا فارفر، واكيد جت في الام سي كيو في الاند راوند. طيب هنخش على اخر نوع معانا النهارده وهو الكانديديزيس. يبقى اول نوع في الفانجاي
درماتوفايتس وبنقسمها على حسب السايت. تاني نوع اسمه بتريزيس فيسيكولار ومشهوره جدا وبتيجي. طيب النوع الثالث والاخير هو الكانديدا، وطبعا ده اللي احنا معروف. في حاجه اسمها اورال كانديديزيس او اورال ثراش، ودي بتيجي في البقه الميكوزا، شويه وايت اهو، ادي الكولوني اهي، اهي وايت كولوني، فبنسميها اورال ثراش. بتيجي بتصيب الاطفال وخاصه اللي هي الاميونو سبريسيف اللي مناعتهم ضعيفه، اورال كانديديز. طيب يا دكتور، هنا الكولوني اتجمعت في الانجل بتاع الماوس، فسميناها ايه؟ انجلر سوماتايتس، او ممكن تقول برضو كانديديز. صح، هنا برضو اهو انجلر سوماتايتس، اتجمعت في الانجل بتاع الماوس. طيب ايه بقى ده؟ ده نوع برضو من الكانديدا. ما هو يا دكتور كانديدا ده الفطر، كانديديزيس ده المرض. هنا هنقول ايه؟ اورال كانديديزيس، هنا انجلر كانديديزيس. طب ايه ده يا دكتور؟ نقول مع بعض المشكله هنا. مشكلة طفل أو أم ما بتغيرش للطفل، يعني الطفل بتلبسه بامبرز، البامبرز بيعتبر إن هو بيحصل فيه بقى إن هو بيعمل له بيحصل الطفل بيعمل ديفيكيشن 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 في بامبرز واحد، والأم بتكسل تغير، فيحصل له تجمع للفطريات فين؟ في منطقة النبكن. نبكن تعني يا دكتور إيه؟ النبكن تعني يا دكتور النبكن منطقة اللي هي منطقة الحفاظ، دي النابكن اريا، هي المنطقة، وعشان كده المنطقة دي يعني ايه تبقى لازقة مع بعضها، فأكيد أكيد أكيد بيحصل فيه السويت تعرق وهيوميديتي ورطوبة، فبيحصل الرياكشن اللي أنت شايفه ده، بنسميه نابكن، نابكن دي منطقة النابكن اريا. طيب يا دكتور أنا جايب هنا صور في ميل ليه؟ ما يا دكتور الأطفال الميل أكيد بيبقى فيه البينس بيبقى مفرق المنطقة دي عن بعضها شوية، فمن الاحتكاك بيبقى بالصعوبة، زائد كمان يا دكتور ان بيبقى يعني العرق او الهيوميديتي او الرطوبة بتبقى قليلة. طيب يبقى النابكن كانديديزيز عرفناها. هنخش بعد كده يا دكتور على في حاجة اسمها كانديديا الانتريجو. انتريجو دي المناطق اللي هي بين الفشر، يعني ايه؟ يعني لو انت تنت ايدك كده، المنطقة الفشر اللي بين ايديك دي اللي هي الفشر دي، نفس الكلام تحت باطك، نفس الكلام لو تنيت رجلك، اللي هي منطقة الفشر اللي هي اللي هي الاوبزيت للنيل، اوبزيت للكوع للالبو، المنطقة دي بنسميها فيشر اريا. لو الكانديدا الكانديديز حصل فيها بنسميها انتريجو، انتريجو يعني في الفشر. وكده يا دكاترة يبقى خلصنا البكتيريا وقلنا الرولز بتاعتها والاسئلة اللي عليها، والفانجاي وقلنا الرولز والاسئله اللي عليها. هنخش بعد كده على الفيروس، والفيروس سهل جدا جدا برضو زي الفانجوي. هنبدا برانش جديد وهو الفيروس. الفيروس السؤال ممكن يجي عليه يقول لك ايه اسم الفيروس، ممكن يقول لك يا دكتور الليجن رولز، عشان نعرف الفيروس لازم تبقى عارف قواعدها ايه. الصوره دي اول ما تلاقي فيها فيزيكال اعرف ان هي فيروس وانت مغمض. يعني ايه فيزيكال؟ يعني عباره عن تجمع من السوائل، حبايه بس جواها سائل، وغالبا غالبا بتبقى بينفول. طيب يا دكتور الفيزيكال دي يا دكتور هو كذا فيروس بيبقى فيزيكال، طب نعرفهم ازاي؟ على حسب الفيزيكال دي مكانها فين، موقعها، وعلى حسب الفيزيكال دي توزيعها عامل ازاي، وعلى حسب الفيزيكال دي مؤلمه ولا لا. طيب الفيزيكال معناها انك شفت فيزيكال معناها ان ده فيروس. طيب نوعه ايه؟ اكيد فيزيكال ممكن تتحول لالسر، ممكن تاثر على الجلد، فبنسميها ديجنراتيف فيروس. يبقى الفيروسات اللي بتعمل فيزيكال بنسميها ايه؟ ديجنراتيف فيروس. طيب في فيروسات تانية بتاثر على الجلد بطريقه مختلفه، مش بتبوظ الجلد بقى وتعمل فيزيكال، لا دي بتزود، بتعمل بابيلا اهو. يعني ايه بابيلا؟ يعني بتعتبر بتزود الجلد، بنسميها بروليفراتيف فيروس، فبتعمل واردز. واردز بنقول عليها احنا يعني صنطة، عين سمكة، اللي هو الواردز معناها ان في بابيلا، في بابيلا، ودايما الفيروسات اللي بتعمل الواردز دي بنسميها هيومن بابيلوما فيروس، عشان هي بتعمل بابيلا. طيب اللي بتعمل فيزيكال الهيربس سيمبلكس، هيربس زوستر، تشيكن بوكس، وهكذا. بنفرق كل الفيروسات دي بالفيزيك، ما كلها بتعمل فيزيكال، بنفرقها ازاي يا دكتور؟ موقعها، توزيعها، مؤلمه ولا لا. طيب الكومبليكيشن يا دكتور، الكومبليكيشن ثابته، انكيفاليتس لان الفيروسات دي من السهل جدا لانها معظمها ايروزال. يعني ايه معظمها ايروزال؟ بتنقل عن طريق الهواء ودروبلت انفكشن، ومعظمها ممكن بسهوله تروح للبرين تيشو وتعمل انكيفاليتس.
او ممكن يحصل سكندري بكتيريا انفكشن. دي المضاعفات. يعني ايه سكندري بكتيريا انفكشن؟ يعني الفيروس يقلل المناعه فالبكتيريا تستغل الفرصه ويبقى في بكتيريا وفي فيروس، بنسميها سكندري بكتيريا انفكشن. العلاج مهم وثابت. لو كان يا دكتور الفيروس ده من النوع الديجنراتيف زي ايه؟ هيربس سيمبلكس، هيربس زوستر، تشيكن بوكس، والتشيكن بوكس بنوعيه سواء التشينجلز، وعندنا في اللي هو الهيربس زوستر اللي هو التشينجلز، والفاريسيلا اللي هو التشيكن بوكس. طيب لو كان ديجنراتيف فيروس نديله العادي. ايه هو العادي؟ ما دام ديجنراتيف يبقى احنا نعالج الفيروس بس، اهو اسايكلوفير، فالا سايكلوفير، فاهم سايكلوفير، يعني السايكلوفير بانواعه سواء سايكلوفير، فالا سايكلوفير، فاهم سايكلوفير، يبقى ده لو ديجنراتيف فيروس. طيب لو فيروس بيزود الجلد وبيعمل واردز وصندايا وبيجمع وبيبقى المنظر مخيف كده، بنقول عليها عين سمكه او الى اخره، فاحنا مش لازم نعالج الفيروس بس، لا ده في تشوه حصل في الجلد، لازم التشوه ده نشيله، سواء نشيله بماده كيميائيه بنسميها كيميكال كوتري، نحط عليه ساليسيليك اسيد او لاكتيك اسيد، او نحط عليه ليكويد نيتروجين، سائل النيتروجين، فبنسميها كرايوثيرابي، او ممكن الكتروثيرابي كوتري. يعني ايه الكتروكوتري؟ يعني كي بالكهرباء، او ممكن نشيلها اصلا بعمليه جراحيه بنسميها سيرجيكال اكسيجن. يبقى علاج الفيروس على حسب هو ايه. لو من النوع الديجنراتيف هنعالجه عادي اسايكلوفير، اي حاجه اخرها فير. طيب لو بروليفراتيف اكيد احنا مش هنضطر نعالج الفيروس، احنا لازم نعالج التشوه اللي حصل في الجلد اللي هو الوارتس ده، نشيله ازاي؟ نفس الكلام اللي هو كيميكال كوتري، كرايوثيرابي، الكتروكوتري، وسيرجيكال اكسجن. يا دكتور الكومبليكيشن ثابته في كل الصور، التريتمنت ثابته في كل الصور، انا عايز اعرف بس الاورجانيزم ايه. طيب هنخش مع بعض على الفيروسز، ودايما متعودين في كل برانش بيبقى فيه حاجه سبيشال يعني مخالفه للقانون. في حاجه اسمها موليسيكم كونتاجيوزا، معلش هو الاسم يعني غريب شويه بس احنا لازم نفهم ايه. نفهم ايه؟ في يعني في بعض الدول اللي هي بتدعو بقى اللي بقى فيها مثلا اللي هي العلاقات الجنسيه مباحه لكله، فاكتشفوا مرض جنسي بينتشر ان مثلا على الاورجان اللي هو سواء ميل او فيميل او حتى البادي كونتاكت في العلاقه السيكشوال انتركورس، لقوا ان في حبايه بتطلع كده شبه اللؤلؤه اهو بالمنظر ده اهو. فالحبوب دي طبعا النجمتين دول صورتين كتاب القسم. فالحبايه دي اول ما شافوها تحت الميكروسكوب لقاها بالمنظر ده، فقال لك تشبه اللؤلؤه، واللؤلؤه يعني موليسيكم. طيب وعشان هي معديه وبتنتشر سيكشوال انتركورس بسموها كونتاجيوزا. يبقى موليسيكم كونتاجيوزا شكلها يعني هي يعني حاجه مختلفه، عباره عن بيقولوا عليها ايه، لؤلؤه او الجيلي، لونها زي الجيلي كده، اتفقنا؟ دي بنسميها موليسيكم كونتاجيوزم، ودي المختلفه عن القاعده. هنبدا بقى بالفيزيكال. اول حاجه عندنا في الفيزيكال حاجه اسمها هيربس سيمبلكس، وعايزين نعرف الهيربس سيمبلكس في انواع. طبعا الهيربس سيمبلكس ممكن يبقى فوق، يعني في المنطقه اللي فوق، يعني من فوق السره كده لحد فوق، اي مكان بقى فوق في الاورال كافيتي او حوالين اللبس او الى اخره بنسميها تايب 1. طيب لو كان تحت يعني في الجينيتال بنسميه تايب 2. دي اول قاعده. يبقى الهيربس سيمبلكس لو كان فوق بنسميه ايه؟ تايب 1. لو كان تحت بنسميه ايه؟ تايب 2. يبقى اكيد تايب 2 ده بيتنقل سيكشوال، وتايب 1 اللي هو اللي فوق بيتنقل دروبليت او ايروزال، يعني بيتنقل بالتنفس الى اخره. وكمان ممكن يكون يعني بتحصل معانا كتير ان ممكن واحد اوقات الامتحانات بيبقى تحت ضغط، تحت ستريس، بيحصل له البرايمر هيربس سيمبلكس بالمنظر ده. بس اكيد الاطفال حصل لهم برايمري. بس لازم نبقى عارفين حاجه، عايزين نبقى عارفين يا دكتور ان الهيربس سيمبلكس ده بيسبب مشكله كبيره للناس اللي لسه متجوزين. الناس لسه متجوزين بيبقى الاورال كافيتي او الجينيتال تراكت او اللي هي المناطق الجديده دي بيبقى لسه التعامل اول مره، فالمناطق دي بتبقى فيها ممكن بيبقى من السهل ان يبقى فيه برايمري وسكندري هيربس سيمبلكس سواء اورال كافيتي كونتاكت او سيكشوال جينيتال كونتاكت. طيب يا دكتور المشكله ايه؟ المشكله الناس لازم تبقى واخده بالها في اول الجواز، لازم تبقى عارف ان يعني بيحصل بنسبه 60%. ففي ناس اللي مش عارفه يعني ايه جينيتال او هيربس سيمبلكس يبقى الموضوع بالنسبه لهم مخيف وممكن يروحوا للدكتور. لا، الموضوع بياخد 3 4 ايام وايه
ويروح. بس المشكله بقى لو حصل ريكارنت. يعني ايه حصل ريكارنت؟ يعني بقى تبقى عندها عيل واثنين وثلاثه ويجي لها الهربس الثاني. بس هل هيجي لها بالمنظر الفظيع ده اللي هو البرايمري سواء فوق او تحت؟ ادي فوق برايمري هيربس سيمبلكس تايب 1، تايب 1 اذا فوق اهو. طيب تايب 2 جينيتال اهو. طيب يا دكتور لما تجي لها بقى بعد ما يجي لها خمس ست عيال، معناها ان هو خلاص يعني هو الهربس سيمبلكس من مميزاته ان هو بيبقى موجود في الجانجليا وبيبقى خامل في الجانجليا. فلما يشتغل بقى تاني بيعمل ريكارنت، واكيد الريكارنت بيبقى يا دكتور فيزيكال صغيره بس او اتنين او تلاته بس جنب بعض، يعني لوكالايزد. ليه؟ ما هو المناعه اتعرفت عليه في الاول. ما هو في الاول يا دكتور المرض هو برايمري، لذلك المرض منتشر عشان المناعه لسه ما اتعرفتش على الفيروس. بس لما تتعرف عليه بقى خلاص، حتى لو جالنا الهربس اصلا ريكارنت فبيبقى بالمنظر ده ريكارنت. ويا دكتور ريكارنت اذا الليجن قليل او ريكارنت لان المناعه اتعرفت على الفيروس مسبقا، اذا المرض محدد في مكان واحد فقط. يا دكتور انا اصلا ليه هنا قلت فيروس؟ لان في فيزيكال حاجه مليانه ميه اهي، فيزيكال مليانه ميه، فيزيكال فيزيكال فيزيكال. طيب الفرق بين هنا وهنا ايه؟ هنا وهنا ده برايمري وده برايمري، بس هنا تايب 1 هنا تايب 2. تمام. الفرق بين فوق وتحت ايه؟ هنا ريكارنت. ليه ريكارنت؟ يعني جه مره ثانيه، يعني سكندري. وما دام جه سكندري يبقى الليجن هيبقى بسيط. طبعا التريتمنت العلاج سهل ما دام الهربس سيمبلكس اذا هو فيزيكولار، يعني ديجنريتيف، يعني ايه؟ اسايكلوفير فالاسايكلوفير وفام سايكلوفير، يعني الثلاثه اللي ايه؟ ليه؟ لان هو ديجنريتيف فايروس. طيب هنخش بعد كده تاني على تشيكن بوكس، ودي الصوره اللي موجوده في كتاب القسم، بس انا حبيت احط الصوره دي ليه؟ لان هي دي المشهوره. تشيكن بوكس بنقول عليه مرض اللي هو النقش، زي ايه؟ اللي هو الجدري، جدري الاطفال زي ما بيقولوا، الجدري بتاع الاطفال. الجدري ده بيبقى المنظر اللي قدامنا كده، سموه تشيكن لانه يشبه نقش الفراخ اهو، نقش الفراخ. فهنا الفيزيكال هيبقى يعني شكلها ايه؟ يا دكتور الديستريبيوشن بتاع الفيزيكال هنا هيبقى بليومورفيك. يعني ليه بليومورفيك يا دكتور؟ لان مختلفه، في منها نديول، في منها بابيول، في منها فيزيكال. طيب يا دكتور في حاجه تانية ان الشيكن بوكس دي، الشيكن بوكس الاورجانيزم بتاعها اسمه ايه؟ هيربس فاريولا او فاريولا فيروس. الفاريولا في منه نوعين، او الهيربس ده او نوع من الهيربس ده اسمه فاريولا زوستر او باريسيلا زوستر. الفاريسيلا يا دكتور بيعمل شيكن بوكس، اما الزوستر بيعمل هيربس زوستر. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الشيكن بوكس والهربس زوستر هما بيحصلوا بنفس الفيروس، اسمه ايه؟ فاريسيلا زوستر فيروس. الشيكن بوكس بينتج من الفاريسيلا زوستر بس برايمر، يعني في الاول بيبقى الاطفال كده. ممكن بقى يروح يبقى خامل في او ليتنت، يعني خامل مش شغال في الجنجليا، ويجي له بعد ما يوصل 50 او 60 سنه. بس بيبقى بالمنظر العنيف ده. فهو الشيكن بوكس هو الهربس زوستر. هنا بنسميه الجدري، هنا بنسميه الحزام الناري. هنا الفرق بين هنا وهنا ايه؟ هنا الفيزيكال بوليمورفيك واشكال متعدده والتوزيع بتاعها، هنا بقى عشان يسموها حزام ناري لان الفيزيكال دي بينفول، لا مش بينفول بس سيفير بينفول، عشان كده يسموها ناري. وحزام لان هو يا دكتور ركز معايا بيبقى ديرماتون، يعني ايه؟ يعني موجوده في خط كده اهو، شوف ديرماتون. طيب يا دكتور ايه الصوره دي؟ ما هو برضو ده هيربس زوستر حزام ناري، بس دي الكومبليكشن بتاعته بنسميها بوست هيربيتيك نيورولوجيا، بوست هيربيتيك نيورولوجيا. طيب يا دكتور اللي هتيجي في الامتحان ايه؟ الهيربس زوستر بالمنظر ده. طب لو جالك يا دكتور، ما ركز معايا، لو جالك الشيكن بوكس اهو، الاورجانيزم او الفيروس اللي بيسبب الشيكن بوكس والهيربس زوستر نفس الفيروس اسمه فاريسيلا زوستر فيروس. في ناس هنا تقول لك ايه ده الشينجلز، شينجلز يعني حزام ناري. الهربس زوستر بتساوي كلمه شينجلز، ثواني شينجلز، ادي شينجلز. تمام. هنخش بعد كده على كده، خلصنا ايه النوع من الفيروسات اللي اسمه ايه ديجنراتيف، والتريتمنت بتاعه ثابت اسايكلوفير بلا سايكلوفير فام سايكلوفير. هنخش على نوع تاني من الفيروسات البروليفراتيف. يعني ايه بروليفراتيف؟ يعني بيتغير من في الجلد، يعني بتزود الجلد، بتشوه الجلد زي المنظر ده. بنقول عليه وارتس، وارتس بنقول عليها سنطايا او عين سمكه زي ما احنا زي ما انت عايز تقوله. احنا عرفنا منين ان هي فيروس يا دكتور حاسب؟ تجمعات خضراء اهي، جرينش كولوني اهو. سوري. بروليفراتيف يعني بروليفرات، بابيلوما بابيلوما، وارتس 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 وارتس. يا دكتور الوارتس ده المشكله ان احنا هنعالج الفيروس؟
ولا هنعالج التشوه؟ يا دكتور ما ينفعش نقول لك في علاج الوردز تقول لي فام سايكلوفير وسايكل، لا انت تعالج الوردز ازاي؟ هتقول بقى كيميكال كوتري والكترو كوتري والسيرجيكال اكسجن والكلام اللي احنا قلناه في الاسطمبه فوق. طيب الوردز السؤال اللي هيجي عليه هيقول لك ايه؟ هيقول لك الوردز الفيروس اللي بيعمله هتقول له ايه؟ هيومن بابيلوما فيروس. يبقى الفيروس اللي بيعمله او الوردز ده بنقول عليها ايه؟ قال لك عشان مشهور بنسميه فيروكا فالجاريس، فالجاريس يعني كومن، وفيروكا لان هو بيشبه الورده اهو كانها ورده بالظبط، ورد 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 فيروكا. اتفقنا؟ هنخش بعد كده على الوردز. الوردز قلنا فيه نوع مشهور اللي بيجي في كل الجسم، اما الوردز يا دكتور لو جه في الفينرال، يعني ايه فينرال؟ يعني جه في منطقه تحت بنسميه فينرال ووردز، او ممكن نقول عليها اسم تاني كوندايلوما اكيوميناتا. كوندايلوما اكيوميناتا احنا عرفنا منين ان الوردز اهو بروليفراتيف بروليفراتيف بروليفراتيف، الفيروس عمل بابيلوما او بابيلا في الجينيتال تراك فبنسميها فينرال ووردز. طيب بنسميها ايه؟ كوندايلوما اكيوميناتا. نفس علاج اللي احنا قلناه كيميكال كوتالي وسيرجيكال اكسجين، ليه؟ لان هو بروليفراتيف فيروس. بيحصل الفينرال ووردز بواسطه ايه او الفيروس اللي بيعمله ايه؟ نفس الكلام هيومن بابيلوما فيروس. طيب في شويه يعني ممكن يجي لك ديفرنشال دايجنوزز، والديفرنشال دايجنوزز اللي هيجي لك يقول لك ايه؟ ايه الفرق بين الكوندايلوما اكويميناتا بتاع الهيومن بابيلوما فيروس بتاع الفيروس اللي اسمها فينر ووردز وبين الكوندايلوما ليتم اللي بتبقى في السيفلس؟ ما هو ده سيفلس، يعني ده فينرولوجي، ركز معايا، ده هنشرحه بالتفصيل في الفينرولوجي، لكن ده يا دكتور كوندايلوما اكويميناتا ده بسبب الهيومن بابيلوما فيروس لان هو واردز، لكن هنا بسبب السيفاليس. ايه الفرق بين دي ودي يا دكتور؟ دي كوندايلوما اكويميناتا ممكن تقول عليها فينر واردز عادي، هنا ليتم. الفرق بين دي ودي ايه؟ هنا يا دكتور بينك وجريش ومالتيبل، هنا بقى يا دكتور قال لك هتلاقيها سيسايل وانديوريتد. في فرق، سيسايل يعني طالعه كده، انديوريتد يعني ناشفه، تمام. ريد كلر لونها احمر، وبينفل دي بينفل، تمام. ويا دكتور لازم تعرف ان هي بتبقى موجوده في الاماكن الرطبه مويست، ومن الصعوبه ان يبقى فيها يا دكتور دم، يعني لو شلتها مبقاش فيها دم. طيب يعني مبقاش فيها بليدنج بسهوله. طيب كده عرفنا الفرق بين الكوندايلوما اكويميناتا بتاع الهيومن بابيلوما فيروس والديفرنشال دايجنوز بتاعها الكوندايلوما لاتم. الفرق طبعا ما بيجيش، طبعا احنا عايزين سبوت دايجنوزس فقط، تمام. يبقى دي فينرال ووردز او كوندايلوما اكوميناتا بسببها هيومن بابيلوما فيروس، اما دي يا دكتور دي الكوندايلوما لاتم بتاع السيفلس. كده يا دكتور يبقى احنا خلصنا الفيرولوجي.